ਕੇ ਸੁਪਨੇ ਜਣਾ ਲੈਂਦੇ ਉਤਾਰੀਆਂ اهلين كنتنا اخي فاتح مانو بالبيت ما اجيت لقابل فاتح ما فهمت انا اجيت لاتفاهم مع ابوك عم خشبير امريك مين انا عمي تعرف كيف حالته لهالمسكين انا اجيت لاحكي معك لانه عادي بسيطه ولا هيك اسفي 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 عم جد بعتذر انا ايه كنت عم اقول انه لازم تبي صار لك شيء لا شكرا منيحه ما في شيء ايه انا كنت عم اقول بتعرف انه ابنك هنيك لحاله بهذا الوضع قلي مو شفقان عليه لك هذا بضل ابنك بالنهايه فهمني بشو غلط معك انت مشكلتك معي وبس ومهما صار بمحل الساعات انا عن جد بعتذر عليه طيب انا ما جبرت قلبه يحبني ويختارني بيكون غلط يعني انه طاوع قلبه طيب بترجاك عمي سامح فاتح ورجعوا على البيت هو بيحبكن كتير صدقني وأنا بعرف أنت كمان بتحبه و... بترجاك عمي رجعوا لفاتح على البيت بعرف أنك عنيد ما عندي مشكلة بس أنا أعند منك لتسامح ابنك وترجعوا على البيت ما رح أتحرك من هون أنا رح ضل قاعدة ببيتكن رح أمشي لحتى تسامح فاتح أي طيب أنا عند كلامي ماشي وهي قعدت لك هون أنا ما رح أقوم من هون ليرجع فاتح غير هيك ما رح أتزحزح هذا آخر كلام عندي وساوي يلي بدك ياه أنا اليوم رح ضل قاعدة هون على قلبك شو بك شو في جدي يعني في شي بضحك بالكلام يلي قلته هلا؟ أمي عم قل لك أمي متأثرة بالأفلام كتير إيه صح وصلت بآخر الفيلم انت منيحة يا سو؟ ما صار لي شيء أمي ليش ما قلت لي انك رجعت؟ ما انا كنت رايح لحتى اقول لك بس طلعتي سابقتيني لهون ومحضرة حالك للهجوم كمان ما لحقتك خلص بقى بكفي ما عاد حدا يتمسخر لي عليك انت يعني انت سامحتني خلاص ايه انا بحب الاغراض الاجنبيه انت شو مشكلتك اساسا العالم يلي مثلك هي اللي عم ترجع بلادنا لورا انا يمكن سامحك ياسمين بس هذا الشيء مو مهم هلا لانه الشيء المهم هلا انه ابني فاتح بحبك وانت كمان بتحبيه ايه مانجيت قلي تسلمي لي بنتي افكار ياسمين ما بتتطابق مع افكار ابو لفاتح جيب لنا شوية حلويات مشان هالمناسبة ايه طبعا صار بدها حلوان يلا ما رح طول شو عم تفكر ابني؟ أنا ليش حاسك متوتر كتير؟ لازم يكون عقلك طاير من الفرح
اللي بابا مبسوط؟ أنت بتعرف أبوك منيح، هو بس بحاجة وقت ليفكر. طول بالك، كل شي رح يكون مثل ما بدك. خلص لا تفكر بشي. أنا كمان بدي أكل الحلوان، مو بس أنتو. رافيندر. أهلين رافيندر، كيفك؟ فاتح، أنت قدمت طلب للشركة بتورونتو؟ إيه، صناعات أوريغون. بس كيف عرفت أنت؟ نحن في إلنا علاقة قديمة مع صناعات أوريغون. آه عن جد؟ كنت عم راجع قائمة الموظفين الجداد وشفت اسمك فيها. اسمع هالكلمتين، صناعات أوريغون عم تشهد خسارات كتير كبيرة وعلى وشك الإفلاس. يعني شغلة أسبوع وأسبوعين رح تسكر الشركة. آسفين إنك خسرت الشغل. رافيندر أنت شو عم تحكي؟ أنا كل حياتي واقفة على هذا الموضوع، وليش لحتى يوصفوا موظفين جداد إذا في هيك شيء؟ مزبوط، الشركة عم توظف عالم جديدة، بس لتحقق أرباح منيحة بالسوق مو أكتر. اسمع، أنت غالي علي. إيه لهيك هلأ أنا عم خبرك. اسمعني منيح ولا تخطط لأي شيء بهالوقت. الله يحميكي من العين، أنت كتير حلوة عن جد، معه حق فاتح يحبك. مو بس شكلك حلو، كمان حكياتك حلوين، لهيك حبك فاتح. فاتح، ليش واقف هنيك؟ تعال ابني، حبيبتك ياسمين كتير حلوة، قلبي عم يقلي إنكن رح تتزوجوا بأسرع وقت. تعال تعال اقعد هون. طيب ليكي ستي، أنا عم قول يعني بما أنه رح تخلونا قاعدين هون، شو رأيك تباركونا بالزواج؟ بما أنك أول مرة بتفوتي عبيتنا بدي أعطيك هدية. هاتي إيدك، هاي أول هدية للحلوة، أعطيني الثانية. وهي كمان الهدية الثانية. حلوين عجبوكي؟ وهي هديتي إلك. لا جدي، بكفي هاي الهدية. يلا خديهم، هدول مباركة جدك إلك حبيبتي. يلا خديهم، يلا خديهم. إيه خديهم، يسلم إيدك. هدول الأساور مباركة مني إلك، لا تشيليهم من إيديكي. يلا وعديني لأشوف. بعدك ستي، ما رح شيلهم من إيدي طول عمري. اسمعني فاتح، أنا كنت عم قلها لياسمين هلأ إنه عن قريب رح نروح نطلب إيدها من أهلها، وحابة نزوجكم بأسرع وقت، بس أنت لازم تستعجل بالروحة على كندا. أي مزبوط ستي، معها حق، مو مصدقة إمتى رح يجي هاليوم حتى سافر مع فاتح على كندا. تقلي حالك شوي. فاتح ابني، ما تاكل هم، أنا رح حاكي أبوك بهالقصة. حبيبتي ياسمين، يلا أنتي قومي روحي على بيتكن وخبريهن إنه رح نزورهم بكرة. ماما، أنا رح وصل ياسمين على البيت، أكيد أهلها بيكونوا عم يستنوها. ماشي ابني، روحي. أنا حبيت الأجواء ببيتكم، شكراً لأنك عرفتني على أهلك. صحيح، أمك كتير حلوة، رح نكون ثنائي رائع، أكيد نحن رح نتفق مع بعض. وجدك بياخد العائلة عن جد. إيه بس الألطف هي ستك فاتح، ليك هدتني أساور صح، وأخوك أمريك، أنا رح كون صديقته المقربة، بكرة بتشوف. بعيلتك الوحيد يلي شايف حاله هو بس أبوك. آسفة آسفة، أنا بقصد إنه العالم العصبيين كتير بخاف منهم وبعد عنه، شو رأيك أنت؟ يلا قلي، أنت ما بتخاف من أبوك؟ تعرف شغلة فاتح؟ إذا قلت لياسمين إني خسرت شغلي وراحت السفرة علينا،
ساعات الضحكة والحماس يلي على وشها رح يختفوا. لا يا فاتح، لا تقول شي، خليك ساكت. فاتح، انت ليش ما قلت شي كل الوقت؟ قلي في شي مشكلة؟ حكيلي إذا في شي مضايقك. لا، ما في شي مضايقني. لكن فهمني ليش مكشر وعابس هيك؟ ايه؟ انت لسه مو مصدق انه انا رح صير مرتك المستقبلية، وبدي ضل احكي وتضطر تسمعني، ورح تصير تقول هي رح تتحكم فيني. ايه احب على قلبي. لكن قلي شو كنت عم تفكر كل الوقت؟ ولا شي. اهلي رح يزوروكن بكرة، لهيك عم فكر. انت بتعرفي عقل بابا منيح، اذا صار شي غلط انا ما فيني اتحمل خسارتك مرة تانية. وانا ما بقدر اخسرك، انا ما فيني ابعد عنك. قديش بتحبيني يا سو؟ هالقد. فاتح، قلك شغلة، أنا فكرت بكل شيء، كيف بيتنا رح يكون بتورونتو، أي سيارة رح تكون عنا، أنا فكرت بكل شغلة، بس بعد ما نروح رح تواجه مشكلة صغيرة. شو هي المشكلة؟ بدك تتحمل غلاصتي. بتعرف تيجو ما رح تكون هنيك. هذا موبايلك. شفت شو بنت حلال؟ شوف أنا عم أحكي عنها وهي عم تدق لي. أنا بدي روح. باي. ياسمينتي، أنا بحبك وبعشقك كتير. أنا رح خليكي مبسوطة وعم تضحكي طول العمر. يلا ساتي، روحي وباركي لبنتك بالمعبد. هي أمك باركتك، الله يحميكي. شوفي، ليش عم تطلعوا فيني؟ أنا فيني شي غلط يعني؟ ليك يا حبيبتي ياسو، أنت مانك غلط. أختي حبيبتي، معجزة العالم التامنة، نحن محظوظين إنه قدرانين نشوفك ببلاش. العالم لازم تدفع حتى تشوفك. لك أمي، شوفي يا أبي راشو عم يقول. شو هالحكي؟ ليكني شفته. بابا. شو قل له؟ كنت قلقانة عليك ياسو، خفت تخبصي هونيك، لأنه ما بعرف شو ممكن يطلع منك، بس منشكر الله أنه كل شي كان منيح. أوه لا تخافي، ما خبصت بشي أبداً ماما، أنا عطيت انطباع حلو كتير، لهيك أهله جايين بكرة لحتى يطلبوا إيدي. أيوة؟ إيه؟ هالأساور مين عطاك إياهن؟ ستي عطتني الأساور كهدية منها. بس هدول غاليين. هنن بكرة جايين؟ إيه. لك يا سو، وعم تقولي هالشي بكل بساطة؟ أنتي جدبة؟ لكن يلا، في كتير تحضيرات لازم نعملها. شو لكن؟ أمي أنت لا تقلقي بنوب، مندبر حالنا. كيف رح ندبر حالنا يعني؟ تعرف مستوى هالعالم. شو أخي؟ أخي عم قلك لازم قبل ما نعمل أي شغلة نفكر مرتين. وهلأ؟ يلا ساتي، بنتي روحي نقعي الحمص عجلي. أي يلا. وانتي جيبي الخضرة وبلشي قطعيها. ايه، عملي جبني كمان. شو هاد؟ ستي جهزي حالك لنروح على كندا. أوه. انا لسه لهلأ مو مصدقه يا سو، حفيدتي حققت حلمي اخيرا، وبعد فتره هي رح تسافر على كندا، رح تسافر مع الشخص اللي بيحبها وبيموت فيها. وانتي ما رح تسافري؟ طيب أخيراً ستي، كل أحلامنا رح تتحقق عن قريب كتير. صحيح، بعد ما تسافري على كندا أوعك تنسينا. فكر فيها. أنتي شو عم تحكي ستي؟ يعني معقول أنا أعمل هيك؟ بعد ما نروح على كندا أنا وفاتح رح ندور على هرميت بوا كرمالك، مشان لما تروحي تشوفيها هنيك رح نخليكي مبسوطة معنا.
هي هي المشكلة أخي فاتح. طيب متأكد إنه صناعات أوريغون على وشك الإفلاس؟ أختي لهيك أنا اتصلت فيكي. طيب اتصلي بصهري، بدي أحكي معه ضروري. بس سهرك هو هلأ هو فاتح هو سهرك راح على المكتب لأنه عنده كتير شغل. طيب أنت بعت لي التفاصيل وأنا بشوف لك الموضوع. ما في داعي أختي، صهري هو أحسن شخص لهي الشغلة كونه بيشتغل بقطاع النقل. إذا خسرت هذا الشغل بكندا رح أخسر ياسمين كمان. ماما وبابا رايحين بكرة لحتى يطلبوا إيدها، وهلأ طلعت لي هالمشكلة. خلص لا تقلق، أول ما يوصل سهرك على البيت رح حاكي بالموضوع. ماشي شكراً. فاتح حبيبي أنت حاطت أملك فيني، بس يا ريت لو أنا بقدر أقول لك الحقيقة كلها. فاتح قل لك شغلة، أنا فكرت بكل شيء، كيف بيتنا رح يكون بتورونتو؟ أي سيارة رح تكون عنا؟ أنا فكرت بكل شغلة. فاتح شبك؟ شو صار يعني؟ إذا ما زبط هذا الشغل بتلاقي غيره. ما فيك تلاقي شغل بسهولة، ماما وبابا رايحين يطلبوا إيد ياسمين، وهلأ الشغل خلص انتزع. أنت خبرت ياسمين؟ مالي عارفان كيف بدي خبرها بهالشي. ايه وخبرها عادي، شو يعني؟ انت جنيت امريك، كندا هي حلمها لياسمين، كيف بدك اياني الا حاجة تحلمي؟ ما عاد رح نسافر. ايه بس انت لسه ما بتعرف اذا خسرت الشغل بكندا ولا لا. لك شو صار لك؟ حاكيني لوين رايح؟ بدي اقول لياسو الحقيقة. ليك اخي الشركة الكندية عم تتصل. رد فورا. خايف يقولوا لي اخبار مو حلوة. ايه امريك. ألو؟ مرحبا فاتح، أنا شيريا فيلسون من شركة أوريغون. أنا قريت رسالتك. لا تقلق فاتح، شركتنا ما رح تسكر أبداً. منافسينا هن نشروا هاي الإشاعة بالسوق. شغلك لساته موجود، رتب أمورك لتجي على تورونتو خلال شهر. عن جد؟ شكراً كتير إلك مدام، شكراً. الحمد لله وأخيراً. شايف أخي، وهي خلصنا من مشكلة، هلأ صار وقت مشكلتك الثانية. أي مشكلة؟ يجتمعوا العيلتين سوا، ولا نسيت أخي؟ صار الموضوع رسمي، نحن ما رح نلاقي شاب منيح مثل فاتح. هو آدمي ومحترم، صح حكي ستي؟ مزبوط. هو صح بيعمل كم عادة سيئة، بس المهم إنه بيحب يأسوه كتير. ما معي حق؟ حق معك. يعني شو العادات اللي عنده؟ طيب رح أقلك بابا، هو مدمن شوي، بيدخن باكيتين دخان بالنهار وأحياناً ثلاثة، وبيحب يشكل مشروبات، بس طبعاً مو مشكلة، يعني كل هاي الأمور لسه ولا شي، صح ستي؟ إيه لكان؟ تيجو؟ نعم. أنتي جنيتي يعني؟ بدك تنزعي العلاقة قبل ما تبلش؟ هو قصدي فاتح مانو مدمن على شي، مزبوط ستي؟ ما بعرف والله. اسمعوا بابا، عمي، أمي، عمتي، شوفوا ما في شي من هاد، فاتح ما بيعمل هيك. هو ما بيشرب أبداً، ما بيشرب لا كحول ولا حتى الدخان. لك هبلة، نحن بس كنا عم نمزح معك. عم نمزح. إيه هلأ هيك منيح، هاي زبط كل شيء وما في مشاكل. لا ياسو، في عنا مشكلة. أبوه لفاتح. رغم انه بابا وافق على الزواج، بس بصراحة هو لسه زعلان مني مشان روحتي على كندا. بس بتعرف انه ابوك بينزعج من كل واحد بده يروح على كندا. لا جدي، مو هي المشكلة، ياسمين واهلها بدهم يسافروا على كندا، بس حلمهم بالسفر على كندا ما بيتوافق مع مبادئ وافكار بابا. ياسمين وبابا اساسا تخانقوا مرة مشان هالموضوع، لهيك انا ما بدي يصير خلاف غيره. بس يعني في مشكلة كبيرة، ابوه لفاتح وافق انه تصير ياسمين كنته، بس ما وافق من قلبه. بابا، عمي، انتو بتعرفوا منيح لخشبير سينغ، اسمه معروف، هو عمل كتير للقرى المجاورة، هو بيحب بنجاب كتير وبيحب تراب بنجاب. بنجاب بالنسبة إله هي كل شي، ولهيك لازم اليوم ولا حدا يجيب سيرة كندا قدامه. أوكي؟ ماشي. بدنا نحاول كلياتنا
مشان أبوه ما يغير رأيه. تيجو لا تقلقي، كل الأمور رح تكون كتير منيحة. وأنا كيف فيني إهدى يا جدي؟ شبك يا ابني، قلت لك أنا رح أقنع خشبير. خلص روق. جدي يلا تعال بسرعة، بأيام كتير تحضيرات. يلا يلا يلا, يلا. كله منيح؟ قلبي عم يدق بسرعة، عم يدق 500 دقة بالثانية. كل شي رح يكون منيح؟ لا تقلق، فكر بإيجابية، كل شي تمام. منلتقى المساء، موفقين إن شاء الله. ماشي، باي. العيلتين رح يلتقوا مع بعض لأول مرة، يا رب تمضي هاليوم على خير. تفضلوا، هي عصير ليمون. تفضلي. خشبير، نحن أكيد عاملين بحياتنا شي منيح، حتى بنتنا ياسو رح تصير عروس وتروح على بيتكم. وأحسن شي صار إنه أنت كمان رح تعطي مباركتك للولاد. وقت الولاد بيصيروا كبار وبياخدوا قراراتهم، الكبار لازم يباركولهم. سعادتهم هي سعادتنا. مو بس هيك، هي أكتر من سعادة. كمان بنتكن ياسمين كتير حلوة. هلأ قولولنا أنتو شو رأيكم بابننا فاتح، حبيتو؟ نحن حبينا فاتح كتير. بكل أوقاتنا الصعبة ابنكم فاتح كان على طول واقف بجنبنا وما تركنا. صحيح، فاتح شاب محترم كتير، وهالشي طبعاً بيرجع لتربايتكن أنتو. وانتو كمان قلولنا بتحبوا بنتنا ياسمين؟ ايه لكان، 101%. لا لا، نحن حبيناها 102%. مرت اخي؟ تفضل كل حلو. تفضلي، كلي حلو. شكرا. يلا كل. عملت خصوصي لإلك فاتح. ليش خصوصي لإلي؟ لأنه أنت مميز. أيوة، طعميني لكان. لا أخدها أنت وكلها. ما بدي هيك، طعميني بإيديك. بس فاتح،
أنا برأيي لازم نسأل الأولاد شو رأيهم بالقصة. فاتح؟ ياسو، الكل عم يسأل إذا موافقة. أنا؟ أنتوا بتعرفوا جوابي. جوابي أكيد موافقة، لأنه فاتح رح ياخد فيزا على كندا. ياسو، ما بدك تاكلي حلو؟ كان فيكي تسكري تمك، بس اللي بتنبهيني. وهلأ بما إنه البنت وافقت، بعتقد نحن لازم نحدد موعد العرس. إيه غوربريت، وين الهدايا يلي جبناهم؟ لحظة أمريك ابني، روح جيبهم أنت. تفضل، وهي هدية صغيرة من عيلتنا. شكراً إليك ماما. بنتي خذوا البركة. بكفي، بس وقفي، مكانك بقلبي مو هنيك. إيه؟ ابني فاتح كتير بيحبك ورح يخليكي مبسوطة كتير، وانتي كمان رح تساعديه صح؟ لا بنتي، يرضى عليكي ويحميكي. يخليكن لبعض، تتهنوا بحياتكن. انتبهوا، وافقنا على زواج ياسمين وأخيراً. وهلأ رح نروح سوا على القعدة تبع النسوان، وهون ليكن كل النسوان قاعدين مبسوطين وعم يحكوا مع بعضهم. صحيح عم نحكي، بس ونحن عم نحكي منقدر نضربك. أختي، أنا عم أقول إنه خلال أسبوع ونص لازم نحدد موعد زواجهم. إيه ما في مانع، هيك أحسن. إيه لكن بعدين فاتح لازم يروح على كندا بعد شهر. غوربريت، أنا برأيي إنه بس تجي لعنا أختك نيمو بكرة، قلي لا تجي وتجيب الكاهن معها لهون. إيه صحيح. وإنتوا تعالوا بكرة وجيبوا ياسمين وتيجوا، وبكرة منقرر موعد العرس. اتفقنا، رح نجي بكرة لكن. يا سلام، الموضوع عن تحديد موعد عرس فاتح وياسمين، وهلأ خلونا ننتقل لقعدة الرجال. تفضلي، لازم تتحلي بهالمناسبة. تشربوا مشروب بريطاني؟ لكن لك هلا وقت ابني، بس ما بيأثر فينا غير الهندي. ايه صحيح، انا وخشبير امتى ما شربنا ما بنشرب غير مشروب هندي. سيد خشبير،
بنتنا ياسمين محظوظة لأنها رح تكون كنة لعائلتكم. نحن ما فكرنا أنه بنتنا تتزوج من عائلة راقية كتير مثل حضرتكم. لو كل شي منفكر فيه بيصير كان كل شي تغير. بصحتكم. 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 شكله خشبير مو مبسوط بهالزواج. هاي فاضي. أخي فاتح كنت عم أقول وقت قعدنا هداك اليوم. لا تقول فاتح، قول صهري. لا أنا ما رح ناديلك صهري، رح ضل ناديلك فاتح. خلص ناديني فاتح، رح ناديك ابن حماي. إيه بصير. تفضل صهري. من وقت ما أنت إجيت على البيت أول مرة أنا كنت عارفان أنك فايت على هذا البيت لحتى تصير صهرنا. بس كنت مشوش أي وحدة هدفك، ياسو ولا تيجو؟ حتى تراهنت أنا ونافراج على 500 كرمال هالشي. هو قال إنه أنت بدك تحب ياسو، بس أنا كنت مفكر إنك حابب تيجو. شو؟ معناها أنت خسرت الرهن، يلا لازم تعطيني. ليش أنت نافراج؟ ما بتستحي؟ عن جد هيك؟ عم تراهن على أخواتك؟ خلي نافراج يجي وأنا رح أعلمه درس. تيجو أنت ما رح تفهمي علينا، هذا حديث رجال. أيوة اللي شو كان هذا الحديث؟ أخي أميراج رجاء لا تعصب صديقته. أنسة تيجو أنت لا تعصبي بنوب، أنا بخاف بس أنت تعصبي علي. ومرت أخي ياسمين أنت بتعرفي أنه أنا بسببك تبهدلت مرات كتيرة مو هيك؟ أسفة أمريك، المرة الجاية ما رح عايت بوعدك. مو مشكلة. شو؟ بالحقيقة كل هاد سوء التفاهم كان بسبب هاد الأزعر. هيك هلأ؟ قلتي أزعر؟ وإنتي كمان عطيتي اللقب هاد؟ شو قصدك بهالحكي؟ هو كمان ساحرة. أخي هلأ هي مو ساحرة، أي بنت أحماك وبنت الأحمى تعرف شو نصف الزوجة. تيجو مالا بنت حماي، هاي صديقتي المقربة. شو نيالي أنت أخذتي ترقية كبيرة المقربة. إيه لكن. يا بنتي جيبي المقبلات. جاية ماما شوي وبرجع. تيجو اسمعيني. ايه شكرا كتير، كل شي عم يصير هو بفضلك انتي وبس. رح خليها تبطل. شو عم تقولي؟ يا ربي شو بدي اعمل مع هالشاب؟ كل يوم بتقلي شكرا. خلصنا بقى فاتح، بالصداقة ما في شكر ولا اعتذار. مزبوط فاتح. صح نسيت، انا اسف كتير. خلص تيجو مو اسف، صح تذكرت مو اسف. بس عن جد تيجو لولاكي انت اللي صار مستحيل. على فكره انت قولي لي بعد الزواج شو رح تنادي لي صهري ولا لا؟ لا بالله شو، لا ما رح نادي لك صهري. انت صديقي المقرب صحيح؟ ايه طبعا اكيد صح يا ساحره. عيب. فاتح. لا بس عن جد نحن اصدقاء ورح نبقى مقربين. عن جد؟ ايه كيف؟ ما انت وياسو رح تروحوا على كندا، مين حيكون صديقي المقرب؟ بوزو؟ هو شاب منيح وبيقدر. شو؟ هذا اسمه غش. اثنيناتكم رح تتركوني وتروحوا، شو بدي اعمل لحالي انا؟ اذا بتقولي لي لا ما منروح. عن جد؟ عن جد؟ معناتها لا تروحوا. قولي هذا الشيء لاختي. ايه هيك الولاد. شايفتي يا تيجو؟ هاي شريان حياة كل عيلتنا وما فينا نعيش بلاها. وفاتح كمان هو حياتنا كلها. الله يحمي، لهيك صداقتهم لهدول الاثنين كتير نبيلة، هنن دايماً جاهزين ليساعدوا الناس. في علاقة
كتير مميزة بين فاتح وتيجو. امشي. بصراحة شراب أخي لما شرفتنا وعرفناك عن قرب وخاصة لما شربنا مع بعض نحن حبيناك كتير. غير هيك كنا لهلأ ما شفناك غير على التلفزيون والإعلانات. أكيد سمعتوا لك خطابي، طبعاً أنا شرحت فيه أفكاري. أكيد سمعنا، وخصوصاً خطاباتك لشباب بنجاب. أنا ما بوجه خطابي بس للشباب الصغار بنجاب، أنا بعمم للكل. هاي الأرض مثل أمنا ولازم كلنا نحترمها. لما هالأرض بتكون عم تعطينا من واجبنا أنه نرد لها هالشي. الأهل كلهم لازم يعلموا هذا الشي لأولادهم. بابا، عمي، ناقصكن شي؟ مي، تلج، قولوا. لا لا بنتي، عنا، شكراً. الحقيقة بنتك الكبيرة كتير ذكية وناضجة وواعية. تيجو هي حياتي، هي أكتر من إنه تكون بنتي. هاي البنت شريان حياتنا، ونحن كمان بالنسبة إلى حياتها. أخي بصراحة بالنسبة لتيجو ما في شيء بالدنيا أهم من عيلتها. بس أنا ماني فهمان شغلة واحدة، إنه تيجو الشاب اللي تقدم لها جاس، ليش وافقت عليه؟ فاتح خبرني إنه تيجو ما كان بدها تروح على كندا وهي بتحب بنجاب وما بدها تسافر. أنا ما فهمت أنتو ليش أجبرتوها؟ لا سيد خشبير، ما حدا أجبر على هالشي أبداً. هي حبت هذا الشاب كتير، نحنا بس إنها لقيه وبعدها. سيد روبي، ليش ما بتقول بوضوح إنه الشاب كان كندي؟ وأنتو ما اهتميتوا أبداً لشي تاني قدام هالموضوع. عن جد فاتح، هنن عيلة محترمة، ناس كتير راقين وبسيطين، صح؟ وأنا كمان صار عندي رفيقة ستة للبنت مهضومة كتير. أنا مبسوط إنه ما كان في حدا من عيلتهم بعمري. ليش جدي؟ لأنه يا ابني بالغابة بس بيكون في أسد واحد. يا جماعة كتير تأخر الوقت، ما بدكن تناموا يعني؟ شبك هشبير؟ يعني مين رح ينام هلأ؟ في عنا كتير تحضيرات وما ضل عنا وقت كتير. غوربريت، حكيتي مع أختك نيمو شي؟ إيه حماتي، رح تيجي ورح تجيب معها الكاهن. نيمو ماتشي؟ ليش عم تدقي لها ماما؟ أول ما تيجي بتبلش دراما العائلة تبعها. ماما، بما أنه كورونا عم تنتشر، ليش ما بنعمل كل شي بالبيت؟ لا يا ابني، الأعراس ما بتصير بدون معزيم. أنا بوافقك أنه بهالوقت ما لازم يكون في كتير عالم، بس لازم نحكي مع المقربين من عيلتنا. يا ترى تذكرتوا تتصلوا بمانجيت وبامي؟ لأنه هنين عمت وعم العريس لازم ينعزموا. صح بابا، خليك متذكر كرمال ما تزعل عمته، وأول ما تجي تقول أنا زعلانة منكن. ها؟ يعني أنا لازم من بكرة الصبح دق لكل رفقاتي وقل لهم حفلة أخي فاتح، تعالوا بسرعة. سكوت، أول شي بكرة رح نبارك لفاتح وندعي له كرمال يتهنى بهالعرس وما يصيبه شر. لازم تكون موجود بكرة، رح تجي مو هيك خشبير؟ أنتي خدي المباركة بدالي، أنا عندي شغل مهم. ليك ما في شي بالدنيا أهم من مباركة العرسان يا ابني، عم تفهم؟ أنا تعبت هلأ وفايت نام، وشو بيترتب علي من شان عرسه لفاتح خبروني. بابا،
بابا ليش مزعوج هيك؟ انت بتعرف فاتح، انا ما بقدر اكذب ولا حتى جامل. لا هيك انسى، ما رح تنبسط بس تسمع الحقيقة. بابا شوفي، في شي حدا هنيك حكى معك بطريقة مو منيحة؟ ابني انت بتعرف ما حدا بيتجرأ ابدا يحكي معي بطريقة مو منيحة. بابا شو صار؟ ليش انت كتير متضايق ومزعوج؟ ياسمين، مو لازم سلوكة لهالبنت ابدا يدفعني لحتى غير قراري. الطوق والأساور كتير حلوين. عن جد كتير حلوين. هلا انتي سكري، انا لازم احكي مع فاتح. ايه لحظه، لك شو بكي؟ روقي شوي، لسه هلا طلع من عندك، اكيد بيكون مع عائلته لهيك ما رح يرد على اتصالك. اتصال شو عم تحكي؟ هو مستعد يعمل اي شيء بالحياه بس كرمالي. واساسا اهم شخص بالنسبه لفاتح بحياته هو ياسو. انا ما بعتقد هالبنت رح تحافظ على عائلتنا، لانه الشخص اللي ما بيهمه غير احلامه وامنياته الخاصه وبس بيكون حدا اناني. بابا بعرف إنه ياسمين شوية مولدنة، بس هي قلبها طيب كتير، رح تعطي حب كبير لعائلتنا أكتر من عائلتها. فاتح أنا لسه ما خلصت حكي. غريب فاتح ليش ما رد؟ كنت عم أدرس الموضوع، بس ياسمين جاني على روحة كندا، واليوم أنا شفت بيتها وقابلت عيلتها كمان، واللي بيّن معي إنه متعلقين بكندا بشكل مرعب، من صينية الشاي لحيطان البيت، وكان في أوس لكندا. بدي أسمع منك جواب واضح. إيه بابا. انت مانك ناوي ترجع الهند ما هيك؟ بابا الموضوع ماله هيك، بعدين انت بتعرفني منيح، ما بقدر بعد عن عيلتي او عن الهند او بنجاب. بابا لا تنسى انا بكون ابنها. لانه ياسمين ما رح تخليك ترجع. بابا مزبوط انه برا في اشياء حلوه، بس مجرد ما ياسمين تحقق حلمها بالروحة على كندا، متأكد إنها فوراً رح تبلش تشتاق لعائلتها، وكمان رح تشتاق لتيجو. تعرف شو، هي ما بتقدر تعيش بدون أختها، وتيجو مو حابة إنه تسافر أبداً. هي كتير بتحب إنجاب ومتعلقة فيها، وبعدين ياسمين بنفسها رح تطلب مني إنه نرجع، رح تشتاق للبلد. ماني شايف هيك. رح أتصل في فيديو. لك لسه عم يفصلني؟ فاتح بشو ملتهي؟ ليش ما عم ترد علي؟ إذا هالمرة كمان رح تفصل وما رح ترد، وقتها أنا رح أحضرك على الأخير. بابا يا ريت تسمعني منيح، وقت ياسمين تصير جزء من عيلتنا وبيتنا، وبعد ما تيجي تعيش معنا رح تغير رأيك تجاهها وتصير تحبها كتير. هي ربحت قلب الكل، فأكيد هي رح تربح قلبك. إذا هيك كتير منيح لإلها هي ولإلك. أنا خايف بسبب الولدنة تبعها إنه كل العيلة ما تعود تحبها مثل ما أنا ما بحبها. عم تفهم علي؟ رد عليها، بتكون جاني هلا. كل شي تاني كان منيح، بس أبوه لفاتح ما كان مبين مبسوط. لا تفكري كتير ماما، هنن هيك عادة الرجال بياخدوا وقت كبير لحتى يتأقلموا. حتى أبوه لفاتح رح يوافق ورح تشوفي،
مثل ما فاتح خلى ياسو توافق بقوة حبه، نفس الشيء اختي ياسو رح تلامس قلوبهم بأسلوبها اللطيف. ما بدي أحكي معك لأني متضايقة، أنا دقيت لك 2000 مرة وإنت ضليت ترفض مكالماتي وتفصلني وما ترد علي. طيب وأنا كمان هلأ صرت معتذر منك فوق 2000 مرة؟ بس مو مشكلتي، أنا بعرف كل شيء. شو بتعرف؟ إنه الورد أحمر وقلبه كتير حلو، وإنتي بتحبيني وأنا بحبك ياسو. شو هاد؟ شعرك كتير ركيك على فكرة. طيب معناها أنت قليلي شعر حلو وما يكون ركيك. الورد أحمر وقلبه كتير حلو. ما بدي أحكي معك، يلا روح من وشي. لساتك متضايقة؟ كتير. طيب بس قليلي شو بقدر أعمل لحتى أرضيكي ياسو؟ فكرة، شو رأيك بمشوار؟ خبرني أنت جنيت شي؟ تعرف أنه تحضيرات عرسنا أنا وياك رح تبلش بكرة، وأنتو الشباب ما في شي تعملوه، بس نحن البنات عنا كتير مثل المكياج الشعر والمجوهرات. لا ما رح أطلع لأنه ما بقدر. تعرف فاتح؟ في حلاق بحبه مشهور كتير بالهند. ايه مانجو، أنا سمعت عنه كتير من قبل. كيف؟ شو قلت؟ حلاق اسمه مانجو؟ فيفان ناندا كتير مشهور، وهو كمان قال إنه رح يجي لهون على أمر ستار فاتح. وبتعرف شو كمان؟ حددت لي موعد معه بريتو. عم فكر إذا هو عمل لي شعري رح أطلع أحلى عروس بالدنيا كلها. يس طبعاً رح تكوني أحلى عروس، بس تعرفي حبيبتي أنتي مو بحاجة لمكياج، أنتي مثل القمر دائماً حلوة كتير، يعني كيف ما كنتي على طبيعتك رح تبقي أحلى بنت بالدنيا. شكراً. وهلأ خلص بكفي حكي، ماشي؟ طيب بس هلأ قليلي أنا إمتى بدي أشوفك؟ بكرة الصبح. وين؟ أنا رح أجي لعندكن على البيت. خلص بقى لا تمزح ياسو. بس أنا ما عم أمزح على فكرة. أنت ما عرفت؟ إنه أمك حاكت أمي وعمتي لحتى نروح لعندكن؟ بكرة هن بدهم يحددوا موعد العرس. هيك لقاء ما بينحسب. هالشي بيعتمد عليك أنت. فاتح سين كبيرك، بتحداك إنه تقدر تاخدني مشوار بكرة. مبروك يا أختي، ألف مبروك، يتهنوا إن شاء الله. خطبة فاتح صارت وهلأ كمان عرسه، مبروك إن شاء الله للاثنين. ها شفتي علاقتنا كيف؟ نحنا مو بس اثنين أخوات، أنتي بتكوني أختي وسلفتي كمان. بس أنتي خبرتيني بعد ما أخدتوا الهدايا للبنت، أنا ما رح أحكي معك، بس أنتي مو معبرتيني بالمرة. لكي نيمو، أنتي بتعرفي إنه كل شي صار بسرعة كبيرة. انسي، قليلي، أنتي من وين جاي بهالساري الحلو؟ كتير مبين فخم وغالي وشكله أجنبي. عسيرة الأجنبي تذكرت شغلة مهمة كتير 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 مهمة. حماتي مرحبا، كيفك؟ أهلين نيمو، اشتقت لك. كيفك؟ أنا الحمد لله منيحة حماتي، بس قليلي أنتي ليش هيك ضعفانة؟ عدي هون. يوه لك صحي، تذكرت أخي خشبير وينه؟ انسي خشبير هلأ نيمو، وقولي لي ليش أنتي لحالك؟ خير ليش ما أجا زوجك معك؟ يا حماتي أنتي بتعرفي ابنك كل الوقت بيضل مشغول، وكمان هلأ صار مشغول أكتر لأنه تعين رئيس جمعية التجارة وهلأ هو هنيك. برافو عليه، لكان عم يشتغل هلأ، معناتها تعبان. طبعاً لازم يتعب أختي لأنه بدنا مصاري. تذكرت شغلة، أهل البنت أغنية ولا لا قليلي؟ يعني في عندهم شي محرز ولا ما رح تستفيدوا منهم؟ نيمو قلنا لك إنه تجيبي الكاهن معك، شو نسيتي؟ لا حماتي أنا أكيد ما نسيت هالشي، هو برا. وينك يا كاهن؟ تفضل فوت لجوا. أهلا وسهلا. مرحبا، كيفكم؟ تفضل تفضل. يا أهلا وسهلا، شو إجيكم؟ هاي إجا القمر. فاتح
أنت بتحب الأسرار يعني؟ لأنك اخترت هاي البنت بسرية وما سألت خالتك عنها، صح؟ خلص المرة الجاية رح أسألك. ليك فاتح، هلأ أنت ما بدك تعرفني على هاي البنت؟ وأنا كمان بدي أتعرف عليها؟ إيه، ما نحن اتصلنا فيكي لأنه رح تيجي بعد شوي. صح ما قلتي لي عمي وينه؟ مشغول، كتير مشغول، لهيك هو بعتني لعندكم لحالي. نسيتيني، لازم نحليكي. صحي، وين الحلو؟ طعموني. يلا كلي من هاي، كلي يلا. صحة صحة. شو؟ ليك إمريك، أنا خايف من مرت عمك كتير، لا تعمل لها شي مشكلة. فعلا، وياسمين رح تجي لعنا بعد شوي، لهيك لازم نحذرها قبل ما تجي. مرحبا، كيفكم؟ مرحبا. الله يحميك يا ابني. تفضلوا. طلعي سلفتي، شوفي هالبيت. بصراحة بنتنا ياسو كتير محظوظة. سلفتي تعي. أهلا وسهلا. لحظة تيجو، وين ياسو؟ هلأ كانت هون. ليكي ياسمين، نيمو ماتشي بتبعدي عنا. مين ماتشي هاي؟ طيب، لأنه هي بتكون خالته ومرت عمه كمان، لهيك نحنا من إلا ماتشي. مفهوم، أوكي، أنا رح أنتبه منها. مرحبا حبيبتي. أهلا فيكي. مرحبا. كيفكن؟ أهلا فيكن. أختي، هدول شكلهم مو أغنية. تفضلوا. لو بدها تعمل دراما كانت عملتها، بس أنا كمان ملكة الدراما. لا تقلقوا أبداً، خلص أنا رح أهتم بقرايبتكم. هلأ هي ياسمين؟ كتير عادية. وقف فاتح، لوين أخذ هالبنت؟ أنت رح تقضي كل حياتك معها. ايه، عرفني عليها بالأول. خالتي هي تيجو، بتكون رفيقتي وأخت ياسمين الكبيرة. مرحبا خالي. أهلا وسهلا. بدنا نودي هدول. امشي تيجو. ليكا، اجت كنتنا الحلوة. كيفك ستي؟ أهلين بنتي. كيفك ماما؟ حبيبتي. كيفك خالتي ماتشي؟ ها؟ وأنت كيف عرفتي؟ ولو؟ كيف ما بدي أعرف؟ لك فاتح بضل يحكي لي عنك كل الوقت وقديش بحبك. ماتشي بتحب هيك وماتشي بتحب هيك، هي أحلى وحدة بالدنيا. الله يحميكي، نعيون الناس حكياتك حلوين مثلك. ربنا يحميكي يا بنتي. تعالي بنتي، ما تضلي واقفة، وانتي نيمو كمان. هلأ فيك تشوف لنا الأيام المنيحة مشان العرس. فيك تحدد الأقرب؟ التحدي تبعي لسه ما صار. رح طلعك لبرا غصب عن الكل وأخدك مشوار. بعد 5 أيام من اليوم رح يكون كتير منيح. إيه؟ بس 5 أيام قليل، كيف رح نقدر نخلص كل التحضيرات؟ لو سمحت شوف لنا يوم تاني. بس ما في يوم منيح ومناسب للعرس غير لبعد 3 شهور. لا كتير هيك. لا لا لا، هيك بيكون كتير متأخر، ما بيمشي الحال. بعد 5 أيام منيح، وعلى هالأساس نحنا رح نعمل كل التحضيرات بسرعة. إيه، لا تقلقي بخصوص الموضوع أبداً، رح نعمل كل الشغل مع بعض ورح نلحق كل شيء. بعد كم يوم رح أقلب من ياسمين صندوق ياسمين بيرك. ألف مبروك يا حياتي أنتي. وإلك فاتح، قلي كم يوم بدك لتعمل الفيزا؟ كم يوم؟ تتاخد بعد 2 أسبوع. يعني بعد 2 أسبوع نحن رح نكون بكندا؟ ولا ماني عم صدق. كندا؟ هو رايح على كندا؟ جوربريت ما خبرتيها لأختك؟
فاتح لقى شغل بكندا وهن الاثنين رح يروحوا. أنا كنت رح خبرها فوراً بس مو مشكلة أخي، هنن رح يعيشوا مع بعضهم، ما بتفرق إذا ضلوا عايشين هون أو راحوا على كندا، نفس الشي يعني. صحيب المناسبة حماتي اختي، تذكرت وقت قال جندر صح له يتزوج من بنت كندية، بس وقتها فيرجي رفضها فوراً وما قبل. ايه بس هلأ مو مشكلة، هنن بدهم يسافروا ومتفقين على هالشي. زواجهم مانو غلط، ياسمين هي حلمه الوحيد لفاتح، بحبها كتير، وكنتنا ياسمين حلمها تروح على كندا. ايه ايه انا شايفة انها مبسوطة بهالسفرة اكتر من زواجها حتى. فاتح لوين جايبني؟ دقيقة واحدة. أنا هيك أنجزت مهمتي كلها. لحظة بس، كيف هذا موعد وما في لا طريق طويل ولا في قهوة حتى؟ إيه شو إلى داعي القهوة؟ والطريق الطويل إذا أنا وأنتي سوا؟ فاتح ما بيصير، بلكي إجوا هلأ. إيجوا وإذا؟ أنا هلأ مع من؟ أمي
فاتح كان عم يورجيني غرفته كتير حلوة، شو رأيك؟ ايه ماما، انا كنت عم ورجيها كيف طالعين هدول الأضوية. ايه وانا كمان شفتكن انتو الأضوية كيف طالعين. بنتي ياسمين، بعد الزواج هاي رح تكون غرفتك انتي، لهيك زينية مثل ما بدك، التخت، الخزن، البرادي، فيك تغيري اللي بدك اياه، عمليهن على ذوقك. ما في داعي ماما، ليش لنغير الغرفة؟ أنا حبيتها هيك، وبعدين نحن بس بقيانين فترة قصيرة هون، وبعدها فوراً رح ننتقل على كندا ورح نضل هنيك، صح فاتح؟ أنا آسفة، دقيقة بس. ألو؟ أهلين، شو الأخبار؟ ياسو؟ إلي لي بريتو، عن جد؟ لك شو عم تقولي انتي؟ فيفان، ناندا بده يحكي معي مكالمة فيديو؟ ايه هلا مشهور ومعروف بده يحاكيني؟ شوفي دقيقة بريتو، بس دقيقة ماما، أنا آسفة كتير، شوي وبرجع لعندك. ايه صح، شو ما كان التغيير يلي بدك ياه قلي لعنه لأختي تيجو، شو ما قررت هي حيكون منيح، لأنه نحن الاثنين خياراتنا نفسها، صح تيجو؟ تصرفي عني بترجاكي، أنا رايحة. يا سو وقفي، أمي هي يا سو مجنونة، يلا تيجو تعالي قليلي شو بتحب تغير أختك. ماما ياسو وينها؟ التخت منيح، وهون رح نحط خزانة كبيرة. ليش انتو على طول بدكن مثل هيك خزنة كبيرة؟ لأنه نحن عنا كتير أغراض لحتى نعبيهم بهالخزن. البنات دماغهم بسيط، حتى لو الغرفة صغيرة بدنا خزانة كبيرة. يا عيني طلع عليهم، أنا عم حسهم إنه هن العرسان، شوفهم كيف عم يتصرفوا. لا يا ماتشي، شو هالحكي اللي عم تحكي انت؟ لك ابني، انت ما رح تفهم هالشي، لساتك صغير، بس انا شفت كتير بحياتي، اكيد في شي عم يصير هون، متأكدة. ما عم بفهم يا سو وينها؟ انا عن جد انبسطت كتير اني حكيت معك، ولازم اطلع بعرسي انا، احلى وحدة، الاحلى وبس، لانه مو بقيان وقت غير 5 ايام لعرسي، وبعده دغري أنا رح سافر ع كندا. يس ليكي، هي مشغولة كل الوقت، وأختها عم تزين لها غرفتها، شفتي ولا لا؟ لا أختي، القصة مو هيك، عم تحكي مكالمة مهمة. مزبوط حكيك، هذا عرسها ومكالماتها مهمة. صحيح، على هالسيرة حماتي كانت عم تتصل فيكي، اجوا الاتياب ولهيك هي حكتك. انت وياسمين يلا تعالي، انت روحي هلا واختاري اللي بدك اياه، وانا بجيب ياسمين، روحي. ماشي، بكره اكيد يعني لقائنا انا وياك تحدد. خلص طيب، يلا بالاذن. فيفان، ناندا، يس. طيب كل هدول الفساتين حلوين، أنا مو عارفانة أي واحد نقي فيهم. أختي كنتك كأنه شكلها كتير محتارة، روحي وساعديها شو تنقي. يلا حبيبتي. ياسمين شبكي بنتي؟ أمي وين تيجو؟ بدي إياها تيجي لهون. تيجو هي دائماً بتختار لي كل تيابي، هي بتختار لي.
لك ياسمين معقول؟ إلي ساعة عم دور عليكي وين عم تغطي؟ تعالي عادي يلا عادي جنبي. ماما شوفي هلأ تيجو بس خلال دقيقتين رح تختار الفساتين. تيجو قولي لي أي واحد حبيتي. ليكي بعتقد أختها رح تروح معها على كندا جوات جهازها كمان. ياسمين بنتي لازم تسألي حماتك على رأيها لأنه أختي كمان عندها ذوق حلو كتير. صح ياسو. آسفة ماتشي بس أختي تيجو هي يلي دائماً بتختار لي تيابي وهلأ رح تختاره. صح تيجو؟ ياسو يلا قليلي. أختي بعرف إنه أنا ما بيحق لي أحكي بس مالك شايفة إنه تيجو كتير عم تتدخل بكنتنا ياسمين؟ بس أنا خايف من ورا والدنتا إنه كل العيلة ما تعود تحبها مثل ما أنا ما بحبها. اليوم الكل كان مبسوط مني. أكيد رح يكونوا مبسوطين كتير. حماتي هذا عرس أول ولد إلهم بالبيت. متأكدة بكل المنطقة ولا حدا شاف هيك موكب ملكي من قبل أبداً لهيك جنوفي. إيه وخاصة عروس حلوة مثلي أنا. الله يحميكي ويخلي لي إياك. خدي بنتي هاي الزبدة صارت جاهزة. شو ما حطيتي لها ماما هي ما رح تصير واعية. تيجو شو اللي صار يعني؟ اسألها إلها. احكي شو الموضوع؟ ما بعرف أبي راج. لو بتفكري شوي كنتي عرفتي. أمه في عندها مشاعر بس هي ما فهمت لا وجهة نظرها ولا مشاعرها. يا سو وقفي ولدنتك شوي لازم تبلشي تفهمي مشاعر الناس. تيجو لا تكوني مثل ستي وضلت بهدليني كل الوقت. هذا عرسي أنا ورح أعمل اللي أنا بدي إياه شو ما كان يكون. وكمان الزواج ما بيتكرر بصير مرة واحدة لهيك بدي عرسي يكون الأفضل بالدنيا كلها الأفضل. شو غبية هاي بريتو. لك تعكلي بالأول. روبي أبي راج هلأ بلشوا فوراً تحضيرات عرس ياسو بقيان بس 4 أيام وبتعرفوا قديش الوقت بيركض بسرعة. إيه حماتي بس هالمرة ما في داعي نساوي شي. والسبب؟ لأنه أمه لفاتح قالت رح تساوي كل شي على ذوقها هي. أيوة فأنتي لا تقلقي. طيب هنن مو حاسين إنه نحنا مو من مستواهن؟ شو هالحكي روبي؟ لا مانن هيك ابني هنن عالم قلبن كبير وما بيفكروا بهالأسلوب هاد. يا أهلين يا أختي عمرك طويل يا رب لسه هلأ كنا عم نحكي عنكن. بكرة؟ كتير منيح. طيب ماشي خلص. عن جد بريتو؟ عن جد عم تحكي إنه فيفان ناندا حداد موعد معي إلي أنا شخصياً بكرة؟ أنا ماني مصدقة. اسمعوا بكرة المباركة ببيت أهله لفاتح واتصلوا فينا لحتى نروح. ليكي تيجو لو سمحتي لازم تجهزي أختك منيح عالساعة 11. كيف؟ ساعة 11؟ فاتح؟ بحاكيكي بعدين. ابني ياسمين رح تجي بكرة ما هيك؟ أكيد رح تجي ماما. شوفي بالحقيقة في عندي كم شغلة حابة أحكيهم بيني وبين ياسمين لحالنا. بدي إياها تعتني بكل هذا البيت على طريقتها الخاصة. ماما شو صاير؟ بدي تعرف إنه تيجو مو دائماً رح تكون معه. أوه ماما الحلوة شوفي كل طلباتك رح تصير. ياسمين أكيد رح تتقبل هذا البيت. القصة إنه لساتها مولدنة لهيك لساتها هي معتمدة بكل شي على أختها بس وقت تجي لهون بعرف إنه أنتي رح تعلميها كل شي بالحياة. أنتي أم عظيمة وكتير مميزة. تعالي. وهلأ شو؟ ما عم أعرف ليش قلبي ما أنا مطمن يا فاتح. إن شاء الله ما يصير شي ينزع العرس. ما رح يصير شي يا أمي. ليش أنتي قلقانة؟ يلا امشي. طيب اسمعني أنت اتصل فيهم وخبرهم إنه لازم كلهم يكونوا على الوقت. أنت بتعرف إنه أبوك بيحب المواعيد الدقيقة. حبيبي فاتح لا تنسى كمان تقول له إنه ما تبعت أختها تيجو تحضر المباركة بدالة كمان ولا شو رأيك؟ نيمو نيمو ما حكت شي غلط أبداً.
أكد على ياسمين مرة تانية بهالحكي. طيب ماشي بريتو، أنت لا تقلقي، رح أوصل لهنيك على 11 تماماً، أو حتى مو 11، رح أحاول كون هنيك 11 إلا ربع. أوكي اتفقنا. بيبان ناندا؟ يس. أنتو ما في داعي تقلقوا، ياسمين أكيد رح تجي، هاي المباركة لعرسة وهي بتعرف أهميتها منيح. لنشوف شو بيصير معنا بكرة على الساعة 11، ياسمين رح تكون عنا. بعرفكن هي أختي الكبيرة اسمها بامي. تشرفنا. وهذا صهري مانجيت سينغ بانغوا. أهلين وسهلين. تشرفنا فيك. صهري تاجر وبيشتغل بتجارة قطع النقل، هو كبيرنا منحترمه ومنحبه كتير. شو هالحكي خشبير؟ نحن كبار بالاسم. صهري شو عم تحكي انت؟ شو لازم اقول؟ حددتوا موعد الزواج وانت ما سألتني عن رأي بنوب، وكمان غير هيك انت فورا جبتنا قدامنا سايبنا. انا كتير متضايق. طول بالك ابني، لما خيوط القلب بتتشابك مع بعضها ما في داعي ابدا لحتى نستنى، صح ابني؟ ايه بابا طبعا، حكيك صح 100%، اصلا انت كل شيء بتحكيه صحيح. هذا بيكون سلفي، هو سلفي الصغير بلا. تشرفنا. اهلين فيكم. بالبير سينغ فيرك، انا بكون رئيس جمعية سوق باجوا بكابور. ياسمين حبيبتي جبت لك العصير. شو لسه ما اجي؟ هي فهمت هي برا. ياسمين حبيبتي هي على الطريق. وينك بنتي؟ يلا فوتي. اختي هلا انتي بعتي على شي مطرح؟ اختي هي قالت لي انه راحت لحتى تاخذ البركه، وتيجو راحت لحتى تجيبها. انتي وين يا سو؟ نحن وصلنا لهون وانتي قلتي انه رح تلاقينا قدام بيت فاتح الساعه 11 الا ربع. ليكي تيجو، انا حكيت لك عن هداك الحلاق المشهور فيفان ناندا، أنا حددت موعد معه على الساعة 11، لهيك أنا عنده هلأ. يا سو أنتي جنيتي شي؟ كذبتي وقلتي لي رايحة على جوردوارا. لأني بعرف تيجو، لو قايلت لك هيك ما كنتي رح تخليني إجي أبداً. لو سمحتي خبي هالشي كرمالي أنا. لو سمحتي رح كون عندكم بعد شوي مو أكتر، صدقيني. يا سو فهمي، أنتي عن قريب حتصيري كنتهم، هنن عملوا كل هالشي كرمالك. الكل هون عم ينتظرك، الكل عم يسأل عنك، شو بدي أقلهم أنا؟ لو سمحتي تيجو دبرية، وزمانك عارفانة يعني هذا فيفان ناندا، صعب تاخدي موعد عند فيفان ناندا وأنا أخدت. شفتي قديش محظوظة؟ هي القصة كلها شوية وقت ورح أجي دغري. أنا ما فيني خبي شي يا سو. لك كنتي فكري بفاتح، شو رح يصير فيه إذا عارف هلأ؟ عامل كتير كرمالك وأنتي. طيب تيجو إجا دوري هلأ، شغلتي ساعتين بس وبعرف أنتي رح تهتمي بكل شي. يا سو المباركة رح تبلش بعد شوي، شو بدي اقول لهم هلا؟ متأكدة فاتح رح يزعل. نحن صار لنا مدة عم ننتظر بس مشان نشوف ياسمين، وكمان لحتى نشوف مين هالبنت يلي سحرت ابننا فاتح لهالدرجة. هي سحرته لدرجة خلته يوافق يترك بلده ويروح على كندا. ايه صهري، بس هالشي صح، أكيد في شي مميز كتير بهي البنت حتى خلت ابن أخي فاتح ينسى الملاكمة وأبوه ينسى مبادئه. يعني شو ما حكيتوا، أنا بعرف منيح إنه خيارات فاتح هي الأفضل أكيد. بس يا أختي في شغلة ما فهمتها، كل شي هون ممتاز ومنيح كتير، وهنن مرتاحين، المصاري والبيت موجودين، ليش رايح على كندا؟ شو بدك بهالحكي؟ أختي اشربي عصير تفضلي. فاتح روح وشوف ليش ياسمين لسه ما اجت لهلأ. أمي المباركة على الساعة 11؟ ايه مزبوط. بقيان ربع ساعة لتصير الساعة 11. تيجو وينها؟ ياسمين
فاتح ياسوء. أنا مبارح قلت لها 100 مرة مشان تكون هون على الوقت. وين تيجو؟ تعالي. تعالي لهون. وين ياسمين؟ شو؟ فيفان ناندا؟ لك يا سو كيف بتعمل هيك؟ أسفة فاتح، أساساً أنا بهدلتها. أنت بتعرفها ليا سو كيف دائماً بتتصرف بولدني. أسفة كتير بس ما بعتقد أنه ترجع قبل ساعتين أو ثلاثة. ايه بس تيجو كل شي جوا رح ينتزع هلا، وبابا وقتها كان لازم تقولي له هذا الشي. ما بصير تيجو فاتح، هي ما قالت لي. مفكر لو كنت بعرف كنت خليتها تروح. شو رح نقول؟ انه ياسو ما رح تيجي قبل ما تخلص المباركة؟ بس لازم نحكي. شو وينهم لهلا ابنك وكنتك ما اجوا؟ انا بروح بشوف وينهم. اخي عود عود، انت لا تقوم، ياسمين ما رح تجي قبل شي ساعتين ثلاثه. مستحيل، هنن أكيد على الطريق. تيجو راحت تجيبها هلأ، جايين اتنيناتن. بس وينو فاتح؟ بلا، أنا هلأ عرفت. تيجو هلأ من شوي قالت لألي؟ لا مو لألي، قالت لصهرة المستقبلي. هنن واقفين برا وقلقانين كتير عليها. انتي عن شو عم تحكي نيمو؟ اختي الحقيقة إنه ياسمين راحت لحتى تعمل شعرها. فترة الزواج كل بنت بتتحمس، وبهذا العمر كتير بيهتموا بهالقصص، حتى العبادة مو كتير مهمة بالنسبة إلهم. لك شو هالحكي اللي عم تحكيه أنتِ؟ شوي ورح يخلص وقت المباركة، ولسه ما اجت لهلا. لا ما بقصد هيك بامي، هي البنت المسكينة مو غلطانة، ما بتعرف ولا شوي من عادات بيتنا. إيه وقت يخلص العرس رح تتعلم كل شي، لكن كل شي، وبتصير تعرف بعدين. لك شو هالبنت هاي يلي غيرت مبادئ أخي خشبير اللي ما بتتغير، عن جد فظيعة. شو عم بيصير؟ هاي صار وقت المباركة والبنت لسه ما اجت. وأنا قلت له هالشي، أنت مبارح كنتي عم تقولي بكل ثقة إنه ياسمين رح تجي لهون، شو اللي تغير؟ ساتي أنا ما قلت لك الموضوع هو أختي. لا تقولوا إنه حتى اليوم ياسمين بعتت أختها لحتى تجي هي مكانها على الصلاة. نيمو شبك انتبهي لحكيك. حماتي بس أنا كنت عم أقول فاتح. ليك فاتح، مرت عمك عملت مشكلة جوا وقالت للكل إنه ياسو بدها ساعتين لترجع. ها شايف؟ أنا لهيك كنت عم بقول إنه العلاقات ما بتصير هيك، لازم نتعلم شوية أدب وأخلاق وناخد مشورة الكبار يا أستاذ خشبير لحتى ما يصير هيك شيء. شو عمي؟
انت على اساس بتفهم بهيك امور؟ لك انت حتى ما قلت لي. خلاص اهدى ابني مانجيت اهدى. شو عم تقول لي اهدى؟ خلصنا بقى. تيجو، انت بتعرفي انه ياسمين راح تعمل شعره؟ ماما هو انت كنتي بتعرفي هالشي؟ قولي. احكي تيجو، اذا كنتي بتعرفي وين اختك ليش ما عم تخبرينا؟ بابا يلا أنا... احكي وين العنوان، انا رح روح هلا وجيبها. لا خلص بابا خليك هون، انا رح اروح. لا ابني، لبين ما تروح وترجع بتخلص المباركه. لا ماما انا ما رح طول، رح ارجع فورا. ما في داعي حدا يروح على اي مكان. ليش وكرمال مين؟ بدنا نعمل هاي الصلاة إذا البنت أساسا مو مهتمة. مرحبا جميعا. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.